بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. هتكلم مع حضراتكم في موضوع هو ما يخصناش بشكل كبير لانه يخص نادي الهلال السوداني والاتحاد السوداني، بعيدا عن النادي الاهلي واللي فيه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. انا بتكلم وانا بضحك وسعيد ومبسوط، بضحك وسعيد ومبسوط لاسباب كثيره جدا، ولكن اول هذه الاسباب قبل بس ما اتكلم معاكم عن موضوع اللي انا عايز اتكلم مع حضراتكم فيه، اول هذه الاسباب الالتفاف الشديد، الالتفاف الشديد من كل الاهلاويه حوالين النادي بتاعهم. ده اللي بيخلي الواحد مبسوط، ده اللي بيخلي الواحد سعيد. خلي بال حضراتكم، هناك بعض من الاعلام الغير رياضي، الاعلام الغير رياضي، خلي بال حضراتكم من الكلام، بيحاول، وكانت واضحه امبارح تحديدا واول امبارح في بعض البرامج الغير رياضيه، هذه البرامج بتحاول في شيء واحد فقط وهو زرع فتنه ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين مجلس اداره النادي الاهلي ولاعبيه وجهازه الفني. الموضوع ده انا اتكلمت فيه امبارح ومره تانية انا بتكلم فيه النهارده، مره تانية انا بتكلم مع حضراتكم النهارده. لكن الوعي الشديد، الوعي الشديد لجمهور النادي الاهلي مخليني ابقى سعيد، ابقى متفائل، ابقى مبسوط. ولكن مش كل الجمهور هيبقى عارف الموضوع ماشي ازاي وليه الناس دي تحديدا بتعمل كده ودلوقتي، ليه الناس دي تحديدا بتعمل كده ودلوقتي، وايه اللي دخل اي حاجه بعيدا عن الرياضه في الرياضه. لكن اوكي مفيش مشكله، اول امبارح كان حصل الكلام ده، وانا زي ما قلت لحضراتكم اتكلمت في الموضوع ده امبارح. النهارده بقول لكم انا مبسوط جدا 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 من الالتفاف الكبير اللي انا شايفه حوالين مجلس اداره النادي الاهلي وجهاز الفني للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها خلال هذه الفتره، والقرارات اللي بياخدها او اللي هياخدها، انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، لكن القرارات اللي هياخدها او بياخدها بتاخدها اداره الكره في النادي الاهلي، الكل واقف في ظهرها، مش الكل طبعا، مليون في الميه مش كل الناس، ولكن النهارده انا بتكلم بمنتهى الثقه لانه عدد كبير جدا من الاهلاويه، والله العظيم ثلاثه، كل الناس اللي بتكلمني احنا في ظهر مجلس ادارتنا واداره الكره عندنا وجهاز فني ولاعيبه. ما في واحد من اللي كلمني من امبارح للنهارده ولا من اول امبارح للنهارده الا وبيقول لي الكلمتين دول. انا نفسي لو اعرف اعمل كده كنت اسجل المكالمات الشديد اللي انا بتاثر بيها بشكل كبير جدا 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 عشان اسمعها لحضراتكم على الهوا، لكن مش بايديا للاسف، مش انا اللي اعمل كده، لانها كلها كلمات بجد ناس كتيره جدا جدا بتنقل للكابتن خطيب والمجلس اداره النادي الاهلي وللاعبين وللجهاز الفني احنا في ظهركم، احنا زعلانين من بعض الامور ولكن احنا في ظهركم، وعارفين ان انتوا قادرين على اصلاح اي حاجه، لان النادي الاهلي اسمه كبير جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي، انا بتكلم بانبساط، بفرحه، بفخر، لانه ايه الجمال والحلاوه اللي انا بشوفها من جمهور النادي الاهلي. هاشتاج بيتعمل ان احنا 70,000 في الاستاد، ان شاء الله يكون هناك 70,000 في الاستاد. من يومين ثلاثه كان هناك فاعليه كتف بكتف، الشعب المصري كله الحقيقه كان مبسوط بيها وسعيد بيها، وكانت حاجة حلوة جدا وفخر لينا كلنا ان احنا ان عندنا رئيس دولة ودولة بتحاول على قد ما تقدر ان هي 4.5 او 5 مليون كرتونة بيتم توزيعهم في مختلف انحاء مصر، في مختلف انحاء مصر، حاجة الحقيقة والله العظيم الواحد وهو قاعد بيتفرج على مثل هذه الاحتفالية بيبقى سعيد جدا 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 بمثل هذه الامور، ان احنا عندنا دولة بتخاف على ناسها. من 4.5 ل 6 مليون كرتونة، أنا آسف إن أنا بدخل الكلام ده في الرياضة، ولكن أكتر حاجة عجبتني
ان كثير من الشعب المصري 70 80 الف مصري قاعدين وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب وبيسقفوا على كل حاجه حلوه بتتقال. الريس لما طلع اتكلم خلانا كلنا، انا بجد قعدت اتفرجت على الحفله دي من اول دقيقه فيها لاخر دقيقه فيها. 70 80 الف مواطن مصري قاعدين في استاد القاهره والريس بيتكلم معاهم من قلبه. ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان احنا نشوف ان شاء الله 70 80 الف اهلاوي موجودين بيشجعوا فريقهم في مباراه الهلال السوداني ان شاء الله. على طبعا الامن هو اللي يقول مش احنا، لكن لما تشوف هنا ايه اللي بيحصل وعظمه الدوله المصريه واللي الدوله المصريه بتعمله، لا احنا نقول احنا عايزين 70 80 الف واحد يبقوا موجودين اهلاويه وهيشجعوا ناديهم وهيشجعوا لعيبتهم، ملناش علاقه. خلي بال حضراتكم، انا بقالي يومين ما بسمعش غير هناك من يحاول ان يزرع فتنه، هناك من يحاول ان يزرع فتنه ما بين مباراه كره قدم. يا جماعه الاهلي هيلاعب الهلال مباراه كره قدم في الملعب، معروف ان جمهور النادي الاهلي او الجمهور المصري هو افضل جمهور في العالم بالنسبه لنا، احنا افضل جمهور في العالم، وهيفضلوا في ظهر فريقهم. جمهور النادي الاهلي هيفضل في ظهر فريقه لغايه اخر لحظه. فان شاء الله نجد، ان شاء الله الامن يسمح بوجود، ما اعرفش لغايه دلوقتي لم يتم الامر، ولكن النادي الاهلي طالب بسعه الاستاد القاهره كامله وان شاء الله ده يحصل. وبالمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم 20,000 متفرج في مباراه ملاوي، المباراه الرسميه الاولى لفيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني. اتمنى ان يكون هناك 20,000 مواطن مصري في ظهر منتخبنا. على الجانب الاخر المنتخب الاولمبي اللي كام يوم، ال 10 ايام دول منتخب مصر الاول، المنتخب الاولمبي ثم النادي الاهلي. المنتخب الاول تم الموافقه على 20,000 متفرج، وانا متاكد ان شاء الله احنا هنلاقي 20,000 متفرج في مباراه المنتخب الاولمبي، وهي الاصعب من وجهه نظري، اصعب من المنتخب الاول. تم الموافقه على 25,000 متفرج. اتمنى ان انا اجد 20,000 متفرج في مباراه منتخب مصر مع ملاوي، واتمنى ان انا اجد 25,000 متفرج في مباراه المنتخب الوطني الاولمبي المصري ضد منتخب زامبيا الاولمبي. واتمنى ان انا اجد 70 او 80 على حسب سعه الاستاد ان شاء الله في مباراه الاهلي والهلال. يعني فاعليه كتف بكتف تدينا ثقه كبيره جدا في اللي بيحصل. ثم ان شاء الله مباراه منتخب مصر ومنتخب ملاوي، ثم مباراه منتخب مصر الاولمبي ومنتخب زامبيا، وبعد كده ان شاء الله ان شاء الله نختتم اسبوع او 10 ايام ناجحه بالنادي الاهلي وصعوده للدور اللي بعد كده من خلال وجود 70 80 الف متفرج في الاستاد في هذه المباراه المهمه جدا جدا جدا. ولكن طبعا ده ما بيبقاش قراري، ولكن الامن هيقول 10 هنقول ماشي، الامن هيقول 20 ماشي، 30 ماشي، ولكن احنا امنياتنا ان احنا نجد الاستاد متفول. عايز اشوف الاستاد كله احمر بعلم، علم مصر وعلم النادي الاهلي. ان شاء الله نجد هذا لو تم الموافقه على سعه والنادي الاهلي بيسعى لهذا الامر الحقيقه. والامن ايضا اعتقد ان احنا عندنا يعني نقدر نعمل افضل من كده كمان، لان احنا عندنا امن قوي جدا جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم نجاح كبير في فعاليه كتف بكتف، ان شاء الله يبقى في نجاح كبير في مباراه الاهلي منتخب مصر ومنتخب ملاوي، ونجاح ان شاء الله يستمر في مباراه منتخب مصر الاولمبي مع منتخب زامبيا، وان شاء الله النجاح يكلل في النهايه بمباراه الاهلي مع نادي الهلال.
انا بس حبيت ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر، لانه بقالنا يومين ثلاثه بيحاولوا يزرعوا فتنه ما بين جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته وجهازه ونادي ولاعبته. خلي بالكم، خلي بالكم من هذا الكلام، هقول ليه بس مش دلوقتي، خلينا ننتظر ايه اللي بيحصل هذه الايام، واحنا واقفين دايما حائط صد امام اي حاجه بتحصل، على قد ما بنقدر بنقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل من خلال اللي بنشوفه. واحنا موجودين بالمناسبه مع حضراتكم، قررت اداره القناه ان احنا نبقى موجودين دايما مع حضراتكم من خلال برنامج الاهلي في رمضان. كل سنه وحضراتكم دايما بالف خير. هنبدا من بدايه او من يوم الخميس القادم برنامج الاهلي في رمضان. الاهلي في رمضان هيبقى مع حضراتكم دائما كل يوم ساعتين او يمكن اكتر شويه، هنكون موجودين مع حضراتكم على الهواء مباشره علشان نقول لحضراتكم ونتكلم مع حضراتكم على الاجواء الرمضانيه والامور الجميله وكل حاجه، ولكن دائما اخبارنا، اخبار النادي الاهلي والاخبار الرياضيه اللي تخص المنتخبات الوطنيه المختلفه هتكون دائما من خلال برنامج الاهلي في رمضان، اللي هيقدمه كل مذيعين او معظم، الحقيقه مش كلهم لكن معظم مذيعي قناه النادي الاهلي هيكونوا متواجدين في برنامج الاهلي في رمضان خلال الفتره اللي جايه، وده حرصا على التواصل الدائم، ان يكون هناك تواصل دائم ما بيننا كقناة النادي الاهلي وما بين جمهور النادي الاهلي. مرة تانية ننتظر ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا علشان الفترة اللي جاية ان شاء الله العشر ايام الاولى دي تبقى كلها ايام حلوة علينا. النهاردة بالمناسبة وانا بتكلم عن مباراة الهلال، الاتحاد السوداني وافق على تأجيل مباراتين في الدوري لفريق الهلال قبل مباراة النادي الأهلي اللي هي طبعا هتبقى في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأكد نادي الهلال في بيان رسمي ليه أن الاتحاد السوداني وافق على تأجيل مباراتي الفريق ضد أهلي شندي وأهلي والأهلي مروة أو مروة مش عارف الحقيقة أقراها، في مسابقة الدوري السوداني قبل مواجهة الأهلي، حيث كان من المفترض أن يلعب الهلال مباراته ضد أهلي شندي غدا الثلاثاء. الحقيقة أنا ما كنتش حابب أن أنا أروح لهذا أو لأخبار تخص نادي الهلال، أن دي حاجة ما تخصنيش، ولكن أنا قلت لحضراتكم، معلش قبل بس ما أروح، لكن أنا قلت لحضراتكم أنه أنا لما أجي أتكلم هتكلم فنيا عن نادي الهلال وهتكلم فنيا عن النادي الأهلي، مش هتكلم في حاجة تانية، مش هتكلم عن أمور لا يصح، لا يصح أن تحدث وإن احنا نتكلم فيها، لا يصح أن تحدث وإن احنا نتكلم فيها. هي مباراة لكرة القدم ما بين أفضل نادي في إفريقيا النادي الأهلي، مش بكلامي ولا بجمهوره، لا ولا بكلام جمهوره يعني، لا، ولكن بالأرقام والحقائق والتاريخ النادي الأهلي هو الأفضل في إفريقيا، وبنتكلم عن مباراة ديربي ما بين الأهلي والهلال مش أكتر من كده، بيحصل فيها بعض الحساسيات الحاجات اللي بنشوفها، لكن في ده ملعب، ملعب في خطين وجولين، هو ده الملعب اللي احنا بنلعب بيه، وتلات حكام هما اللي بيحكموا، و11 ضد 11 أكتر من كده مفيش. العامل الأساسي إن شاء الله الجمهور اللي هيبقى متواجد في هذه المباراة عشان يشجع فريقه فقط، مش حاجة تانية. لكن على الجانب الآخر شايفين اللي بيحصل من الاتحادات والمساعدات اللي بتحصل من الاتحادات عشان تساعد الأندية إنها تواصل مشوارها في أي بطولة بتلعب بيها باسم بلدها. أنا بالمناسبة كنت جايب النهاردة يعني عدد كبير من الاتحادات المختلفة وهي بتقف مع فرقها، ولكن لما لقيت المنافس بتاعك المباشر نادي الهلال، الاتحاد السوداني عمل معاه كده، ده كان عنده مباراة بكرة أجلها. هو ده اللي بيحصل من الاتحادات عشان تساعد الأندية إنها تواصل مشوار البطولة وتحقق إنجاز لبلدها. موضوع ما خدش وقت، اللي انا اعرف طبعا احنا متابعين لكل اخبار نادي الهلال، ف نادي الهلال من يومين بعت رد عليه النهارده قال له اجل. امبارح انا قلت لحضراتكم خبر ان مسؤولي الهلال طلبوا بتاجيل المباراتين
على الفور. كانت الاستجابة النهاردة وبدون أي عراقيل. الناس خايفة على الفريق اللي بيمثل بلدها. طب تعال نقارن الوضع ما بين النادي الأهلي ونادي الهلال من حيث وقفة الاتحاد أو الرابطة مع النادي الأهلي، ومن حيث وقفة الاتحاد السوداني مع نادي الهلال. هنا كل يوم المسؤولين عن الكرة في مصر سواء الجبلاية أو رابطة الأندية دايما، ما اعرفش ليه الحقيقة، بيكون في حرص، انا شخصيا بحس بكده، ان بيكون في حرص على وضع العراقيل امام النادي الأهلي، ما تفهمش ليه، مع ان الأهلي هو اللي بيمثل مصر فقط في دوري ابطال افريقيا عفوا، والنادي الأهلي هو صاحب الإنجازات الوحيدة الرياضية في كرة القدم المصرية في الفترة الأخيرة. كلنا عارفين ومش ناسين اللي حصل مع النادي الأهلي السنة اللي فاتت، لما الدرج اتفتح والخطاب اتحط واختفى ومحدش عارف عنه حاجة. طب فاكرين، مش هروح لأبعد من كده، لكن فاكرين مباراة المقاولين العرب اللي اتحطت في توقيت صعب جدا على النادي الأهلي، ومن ضمن الأمور اللي بيثار ان كولر اتكلم عنها انه المباراة دي اتحطت في، يعني ما كانش وقتها. انا واحد من الناس اللي يعني انا بس ما كنتش عايز اقول الكلام ده قبل كده عشان ما تقولوليش بعض من جمهور النادي الاهلي، يعني ما يقوليش يا اسلام انت بتقول كده عشان تبرر هزيمه. انا عمري ما هبرر هزيمه 5 لو ايه اللي حصل، لو بلعب على مش على رجلي، لو واقف على ركبي، لكن صدقوني مباريات اللي في جنوب افريقيا بتبقى صعبه لأسباب كتيرة جدا، السفر الطويل وإن هي عالية شوية عن سطح البحر وبالتالي الأكسجين بيبقى قليل، الكلام ده كله بيؤثر بشكل سلبي على أي لاعب في أي جيل. على أي لاعب في أي جيل. يعني من الأربع خمس دول في أفريقيا كلها لعيبة كتيرة جدا لما تيجي تعرف إن هي هتلعب في إثيوبيا يقول لك يعني اثيوبيا ما عندهمش فرق قويه فنيا، ولكن الظروف المناخيه في اثيوبيا مثلا بتبقى صعبه جدا. اثيوبيا ما بتبقى حاسس ان انت بتتنفس بالعافيه. انا اتذكر ان احنا لعبنا كاس السوبر الافريقي، كنا بنلعب النجم الساحلي، النادي الاهلي كان بيلعب النجم الساحلي، صح يا شباب لو غلط معلش الزهايمر يعني، ف كنا بنلعب النجم الساحلي وكسبنا بضربات الجزاء. اللي بيتفرج على الماتش ده يعني زملائنا حتى من الفريق المغربي، الفريق التونسي انا اسف، احنا كنا واقفين في نص ملعبنا وهم كانوا واقفين في نص، كنا بنلعب هذه المباراه في اثيوبيا، خلاص احنا واقفين في نص ملعبنا وهم واقفين في نص ملعبهم، احنا بنباصي الكره لبعض وهم بيباصوا الكره لبعض، فعلا من التعب ومن ان الاكسجين قليل. فالحاجات دي بتكون جنوب افريقيا من هذه الدول، يعني اثيوبيا، كينيا شويه مش كتير، جنوب افريقيا 50% من اثيوبيا برضو عشان ابقى صريح مع حضراتكم. فالامور دي صدقوني بتفرق كتير جدا. الاهلي والنجم الساحلي صح. فكان الامور دي بتفرق كتير جدا مع لعيب الكوره، لانه انا ببقى عليا ضغط، انا بقالي شهرين او شهر ونص بلعب، بتكلم عن النادي الاهلي في الفتره الاخيره بيلعب مباريات كثيره جدا، كل يومين او كل ثلاث ايام مباراه، وما بينهم سفر ومرواح ومجي كاميرون، جنوب افريقيا، السويس، اسوان، راجعين مش عارف منين، السودان، كذا كذا، كل ده سفر، كل ده تعب، كل ده ارهاق ذهني وارهاق عضلي، فبيخليك تبقى تعبان. فبعد مباراة المقاولين انت سافرت يوم الاربعاء الساعة 2 الظهر، وصلت الساعة 10 11 12 بالليل انا فاكر، قعدت الخميس والجمعة ولعبت مباراة سان داونز يوم السبت. فكانت هذه النتيجة اللي كلنا بنعتبرها نتيجة، طبعا مش عايزين ننظر ليها مرة اخرى، ولكن هذه هي الحقيقة، ان الامور دي فعلا بتؤثر بشكل سلبي على اللاعبين. انا بس
دي بحطها على جنب، دي ليس مبرر لأي شيء، ولكن أنا بحط لحضراتكم علشان تبقوا عارفين إن في أربع خمس دول في إفريقيا لما اللعيبة بتسمع الاسم ده بتبقى متضايقة إن هي رايحة تلعب هناك بصراحة. يعني أرجع مرة تانية للموضوع الأهم بالنسبة لي، دايما لما بيحصل تعثر في مباراة أو في مشوارك في أي بطولة، لو النوايا خالصة ولو أنت بتجتهد وبتعمل اللي عليك الفرصة بتجيلك مرة تانية. احنا لعبنا ماتش القطن الكاميروني وما كناش عارفين ايه اللي هيحصل، وكانت دايما رسالتنا للعيبه من هنا، مش انا لوحدي، انا وجمهور النادي الاهلي وكل قناه الاهلي وكل اعلاميين النادي الاهلي، كانت رسالتنا واحده، اعملوا اللي عليكم، اكسبوا باكبر نتيجه ممكنه علشان وننتظر ماذا سيحدث بعد كده. لما عملنا اللي علينا الحمد لله الفرصه رجعت بايدك مره تانيه، الفرصة رجعت بإيدينا مرة تانية. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ونقدر نصعد إلى الدور اللي بعد كده. ولكن هل ده معناه، معنى الكلام اللي أنا بقوله، إن إحنا عندنا مباراة سهلة كده وهنروح نلعب نزهة ونكسب؟ لا، أنا آسف جدا، اللي بيقول هذا الكلام هو كلام عاري تماما من الصحة. فريق الهلال السوداني فريق جيد من الناحية الفنية، هنا أنا بتكلم فنيا، لا فريق جيد وعنده مجموعة مهاجمين جيدين، لو ما خدناش بالنا لا قدر الله هنتغلب أو هنتعادل، وهو عايز كده. يجب أن يكون هناك تركيز شديد جدا في هذه المباراة، مباراة صعبة بكل المقاييس، إن شاء الله ربنا يكرمنا نكسب ونصعد ونقدم الكرة اللي بتليق بينا زي المباراة. بصوا حضراتكم، في مباراة القطن الكاميروني قلنا ان المباراة سهلة، صح؟ تمام، فريق ضعيف فنيا، ضعيف فنيا، وانا قلت هذا الكلام، ولكن اداء النادي الاهلي في هذه المباراة يستحق التحية، سواء دفاعيا او هجوميا احنا كنا رائعين بغض النظر عن مستوى الفريق. اتمنى ان احنا، انا من وجهة نظري ان من احلى الاشواط اللي لعبناها او من احلى المباريات اللي لعبناها مباراة القطن الكاميروني، بغض النظر عن مستوى الفريق، بغض النظر عن مستوى القطن يعني. فربنا يكرمنا ونعمل مباراة جيدة. نادي الاهلي عمره ما كان هدفه ان هو يكسب مباراة لمجرد المكسب، المكسب ده ان شاء الله بتاع يوم 31 او يوم 1 لسه لم يحدد، طريق لهدف اكبر وهدف حقيقي، طريق لتحقيق هذه البطولة. الاول ما البطولة، انت البطولة هناك، البطولة هناك، ففي سلالم عشان تقدر توصل لهذه لنهاية البطولة، فالسلالم دي انت بتعديها واحدة واحدة من اول دور ال 32 لغاية المباراة النهائية لو لينا عمر ونصيب. شفنا اللي اتعمل في مباراة القطن في 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 الكاميرون في جروة، إن شاء الله لاعبتنا قدها وقدود، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكملوها في القاهرة، ولكن مش هتكمل بإن أنا أتعصب على الفرقة التانية وإن أنا لا 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 لا، اللعيبة تركز في الملعب فقط. هيبقى إن شاء الله العدد، إن شاء الله متواجد عدد كبير من الجمهور، يا رب إن شاء الله الجمهور هيبقى بيشجعك بس، كأن الفريق الآخر مش موجودين، أنا متأكد من هذا الأمر. إحنا هنشجع فريقنا بس، ولازم الرسالة تكون واضحة من أول 10 دقايق، لأنه أنا عايز أكسب بس، مش عايز أتخانق، مش عايز أضرب في حد ولا حد، مش عايز حاجة، أنا عايز ألعب كورة وأكسب، لو ربنا كرمني وأديت بشكل جيد إن شاء الله ربنا يكرمني وهكسب. لو لا قدر الله حصل حاجة تانية، شكرا ألف مبروك وخلاص، ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر. مشوار البطولة لما بيكون صعب البطولة بتكون حلوة، بيكون طعمها حلو. وبالمناسبة يعني تاريخنا الحمد لله أمام كل أندية القارة الإفريقية تاريخ ومواجهات بين النادي الأهلي والأندية السودانية الشقيقة، فيه انتصارات كثيرة جدا وكبيرة جدا جدا. النادي الأهلي هو بطل إفريقيا، النادي الأهلي هو بطل إفريقيا الحقيقي في كل شيء، بالأرقام
بالتاريخ والأرقام وبكل شيء، مش بالكلام ولا لمجرد التسخين أبدا. لكن أنا دايما بقول لحضراتكم الحقيقة. تعالوا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي والأندية السودانية في البطولات الإفريقية، وهنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة. أنا هتكلم عن المباراة دي كل يوم. إحنا إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة، إن شاء الله الأقرب يوم الخميس، هيبقى بداية شهر رمضان. وزي ما قلت لحضراتكم دائما هنكون مع حضراتكم في برنامج الأهلي في رمضان كل يوم بالليل، الحقيقة من الساعة 10 للساعة 12 كل مذيعي قناة النادي الأهلي أو معظم مذيعي قناة النادي الأهلي هيكونوا متواجدين مع حضراتكم عشان نقول لحضراتكم كل الأخبار الخاصة بالفريق ونفضل مساندين وداعمين. اللي عايز أقوله لحضراتكم إن إحنا دايما هنتكلم عن هذه المباراة لأن هي المباراة الأهم خلال هذه الفترة، وأنا لا أضع ضغط على اللاعبين ولكن لا أضع ضغط على الجهاز الفني، ولكن في النهاية إحنا كجمهور عايزين اللعيبة والجهاز الفني كل واحد يعمل اللي عليه، علشان لا قدر الله لا قدر الله حصل أي حاجة يبقى عن يعني الناس تبقى مش هتبقى مبسوطة، ولكن على الأقل اللعيبة تعمل اللي عليها. ربنا يكرمنا في هذه المباراة الصعبة والمهمة، وهنفضل في ظهركم مهما حصل كلاعبين وكجهاز فني. كل الجمهور أو معظم جمهور النادي الأهلي هيفضل دايما في ظهركم، لأنكم بتحملوا شعار أغلى حاجة في حياتنا هي شعار النادي الأهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنروح بقى نتكلم عن بعض الأخبار الخاصة بالمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي اللي فيه خبر سعيد جدا جدا أقوله لحضراتكم، ولكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل. هنروح بقى لمنتخب أو لأخبار منتخبنا الوطني اللي بيستعد لمباراتي ملاوي في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024. النهاردة الحقيقة كان استقبال أكثر من رائع من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني في أول يوم لانطلاق معسكر الاستعداد، وحرص فيتوريا أو كان حريص أنه هو يستقبل النجم محمود كهربا ومحمد هاني وهشام صلاح. وإشمعنا هذا الثلاثي؟ لأن هم لأول مرة يكونوا متواجدين مع المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا، وعقد معاهم جلسة سريعة جدا يعني عشان يهنيهم على تواجدهم في المنتخب والأداء اللي كانوا بيأدوه خلال هذه الفترة. منتخب مصر يستعد لمواجهة ملاوي يوم 24 و 28 مارس الجاري زي ما قلت لحضراتكم في تمام الساعة 3 في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار. كمان بكرة إن شاء الله هيكتمل عقد اللاعبين المحترفين في المعسكر المغرق. محمد صلاح بينضم قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، أيضا ينضم إمام عاشور للمعسكر مساء غدا بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني لعقد قرانه ثم الانضمام للمعسكر مباشرة. يخوض المنتخب الوطني مرانه في 6 من مساء غدا على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي من أجل البدء في استعداد القوي لهذه المواجهة في أول ظهور رسمي لروي فيتوريا مع منتخب الأول. زي ما قلت لحضراتكم إن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد حصل على موافقة الجهات الأمنية لحضور 20,000 متفرج. إن شاء الله يكون 20,000 مصري متواجدين لمؤازرة منتخبنا الوطني أمام ملاوي في المباراة المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي. والاتحاد المصري ناشد كل جماهير المصرية بالحضور في هذه المباراة المرتقبة ومساندة ودعم المنتخب الوطني الأول لتحقيق الفوز أمام ملاوي. وبالتالي احنا كمان بندعو كل الجماهير ان هم يبقوا متواجدين في هذه المباراة المهمة جدا. على جانب اخر، وصلت بعثة منتخب ملاوي الى القاهرة اليوم لمواجهة المنتخب الوطني. عموما خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر عن استعدادات المنتخب لهذه المواجهة والاختبار الاول او الاختبار الرسمي الاول لفيتوريا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن استعدادات منتخبنا الوطني ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. الحقيقه دايما لازم يكون لينا دور ايجابي مع منتخباتنا الوطنيه في كل مراحلها، ودي دايما مسؤوليتنا الاعلاميه. مش عشان انا بشتغل في قناه الاهلي في عمري ما لا بالعكس، منتخب بلدي بالنسبه لي اهم من اي شيء، وده اللي اتعلمناه داخل النادي الاهلي بالمناسبه. يعني الاسبوع اللي فات انا اتكلمت مع حضراتكم هنا في البيت الكبير
وناشدت وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف مباشره، دكتور اشرف صبحي، توفير طائره مصر الاولمبي في رحله زامبيا. النهارده وزاره الشباب والرياضه والوزير الدكتور اشرف صبحي في استجابه لمناشدتنا هيكون ان شاء الله في طائره خاصه لمنتخب مصر الاولمبي خلال رحلته لزامبيا. كنا اتكلمنا اكتر من مره في هذا الموضوع، يمكن الاسبوع اللي فات بس انا اتكلمت 3 أو 4 مرات وقلت ان الطياره الخاصه دي من الناحيه الفنيه هتبقى مهمه جدا، خصوصا ان انت بتلاعب منتخب قوي جدا جدا، وهتخلي وان انت داخل على رمضان تغيير الاجواء وتغيير طريقه الاكل والصيام وكل حاجات كتيره جدا تخلي الطياره الخاصه مهمه في مثل هذه المهمه الوطنيه. كلنا بندعم منتخبنا الوطني الاول، وكلنا بندعم منتخبنا الوطني الاولمبي، خصوصا بعد الفضيحه اللي حصلت في 2003 منتخب 2003 والفضيحه الاخرى اللي حصلت في منتخب 2006. مش عايزين اي حاجه تانية تحصل. عندنا منتخب اولمبي يستطيع ان هو يعني يصل الى ما ابعد ان شاء الله نشوفه في اولمبياد باريس القادمه في 2024. إذا كان هناك من يستحق الشكر فأنا بشكر الحقيقة دكتور أشرف صبحي على استجابته السريعة والمهمة الحقيقة، لأننا أكيد لما بنيجي نتكلم بنتكلم في الصالح العام ولصالح بلدي قبل أي شيء آخر. شكرا مرة أخرى لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذه الاستجابة. طيب خلينا نروح بقى لأخبار النادي الأهلي. طبيب النادي الأهلي بيضع برنامجا غذائيا للاعبين استعدادا لشهر رمضان. لسه كنت بتكلم في هذا الأمر مع حضراتكم دكتور إيهاب مستشار التغذية لفريق الكرة بالنادي الأهلي، كان عمل على تحديد برنامج غذائي خاص بالفريق خلال شهر رمضان الكريم. أهلي 2008 بيتعادل مع الزمالك 1-1 في بطولة الجمهورية، ومعروف وعاشور وابو الرجال وطه والغندور الشناوي في معسكر حكام النخبه بالكاف. الاسماعيلي يتاهل لربع نهائي الرابطه بعد الفوز على المحله، ومصطفى عسل يحافظ على صداره التصنيف العالمي للسكواش. ايضا الاتحاد يتاهل على حساب فاركو لدور الثمانيه في كاس الرابطه. طيب عموما دي كانت أخبارنا النهاردة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى، النجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن ماهر؟ اهلا كابتن سلام، حضرتك ايه؟ وحشنا يا كابتن. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب، وطبعا المشاهدين طيبين وبخير، والشعب المصري، وطبعا الأم المصرية اللي احنا عايزين نقول لها من خلال برنامجك. النهارده مفاجأة في البيت الكبير يا كابتن يعني كل الأمهات المصرية من خلال أغنية كده عاملينها لنا إخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة اللي موجودين عندنا في النادي الأهلي، ويعني عاملين كده مفاجأة إن شاء الله تبقى لطيفة لكل الأمهات المصرية. كل سنة وكل أم طيبة ودايما في قلوبنا، يعني دايما دي أقل حاجة نقدمها لهم يا أستاذ والله بصراحة يعني. وكمان الاغنيه اللي مشغلنا الكابتن سمير تخلي الواحد جسمه اشعر بصراحه. لا الاغنيه دي بالنسبه لنا كل حاجه في الدنيا. ربنا يرحمهم يا رب، يديهم الصحه اللي موجود منهم واللي عايش، ربنا يرحمه اللي موجود، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين طبعا، اللي توفى الله يرحمه لهم فضل كبير جدا بصراحه طبعًا. بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني، بعد ربنا امك ثم امك ثم امك طبعا يعني طبعا اغلى حاجه في الدنيا، اغلى حاجه في الدنيا فعلا. طيب كابتن ماهر كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك. بتقولوا لي كل سنه وانتم طيب ليه؟ بقول طيب كابتن ماهر خلينا نروح للرياضه، وان شاء الله مفاجاتنا هتبقى في اخر الحلقه. عاملين لحضراتكم مره ثانيه، عاملين اغنيه لكل ام اخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندنا في لجنه الاحتياجات الخاصه اللي موجوده في النادي الاهلي الحقيقه، او ذوي الهمم، عاملين لنا اغنيه جميله جدا جدا، حاجه بسيطه كده اهداء لكل ام مصريه يعني. كابتن ماهر خلينا نبدا مع حضرتك بما يحدث الان في الساحه الرياضيه مع النادي الاهلي، ومؤخرا الحقيقه شفنا مثلا نادي الهلال بيتم الاستجابه لطلبه وتاجيل مباراتين في الدوري السوداني. تمام اوكي، الاتحاد السوداني وافق لنادي الهلال. على الجانب الاخر
عندما طلب النادي الأهلي من رابطة الأندية المحترفة أن يتم تأجيل مباراة للنادي المصري مع النادي المصري يوم 27. أعتقد أن يعني حتى الآن اللي أنا عارفه أن هناك رفض لهذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجة الغريبة أسلام أن احنا مش المرة دي بس، احنا بقالنا سنين على كده. طيب. يعني النادي الأهلي هو الممثل الحقيقي للكرة المصرية. إذا كان أفريقيا أو كأس العالم للأندية أبطال أفريقيا. والنادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي سعادة الجماهير الأهلوية والجماهير المصرية من خلال انتصارات النادي الأهلي اللي موجودة. يعني أنا بستغرب المسؤولين في اتحاد الكورة والشباب الرياضة ورأسهم طبعا الوزير أشرف صبحي وطبعا الرابطة المكملة ليهم. يا جماعة لازم نعرف إن النادي الأهلي ده هو الممثل الحقيقي للبلد دي. يعني النادي الأهلي هو فعلا أسلام إحنا بنطلب حاجة يعني من حقنا، حاجة إحنا لمسينها. إحنا فعلا يعني الله يكون في عون طبعا المسؤولين في النادي الأهلي والجهاز الفني واللعيبة على الإجهاد والاسترس اللي واقع عليهم، وده حقيقي يا اسلام بشكل كبير. يعني عايز اقول لك خلال المرحله اللي جايه كده طبعا احنا بنطلب تاجيل مباراه المصري، لان عندنا مباراه اهم وهي مباراه الهلال، ولسه ما تحددتش المجموعه مين اول ومين ثاني. فمباراه الهلال سان داونز اول. لكن احنا المنافسه بينه وبين الهلال السوداني العمليه مش سهله طبعا، واحنا شفنا الهلال السوداني خلال المباراه غالبا كده كده صن داونز الاول لما وصل لنقطه 11 بالظبط اول، الا لو الهلال كسب لا قدر الله يعني. فالقصه صعبه جدا ولسه لم تحسم. فاللي احنا بنطلبه ده حق من حقوقنا. احنا بنطلب ان احنا يعني تاجيل مباراه مش هتفرق معانا لما ناجل مباراه، لكن هتفرق مع لاعبتنا، هتفرق مع الجهاز الفني. عايز اقول لك كمان اسلام الحاجه اللي طبعا بتاكد برضك اجهاد هؤلاء اللاعبين، مباراتين ملاوي مش سهلين بالنسبه لمنتخب مصر، واحنا عندنا سبعه زامبيا وزامبيا منتخب الاولمبي وبرضك ولادنا موجودين في المنتخب الاولمبي. فالنهارده عندك قوام المنتخبين الاول والاولمبي من لعيبه النادي الاهلي سبعه واربعه وبالظبط، وهتلعب كل ثلاث اربع ايام مباراه، وبعدين هترجع من المباراه الثانيه سفر وترانزيت، وهتنزل وتروح وبعدين ترجع. هيبقى بس هو هنا ما بيتكلمش عن اللاعبين الدوليين، هو قال المباريات بدون اللاعبين الدوليين. لكن انا بتكلم على احنا مباراتنا مع الهلال بتكلم يعني عن الهلال بقى الاهم بقى, يعني بقى الاهم بالنسبه لنا اسلام اللي صحيح. احنا بنركز عليها. فطبعا اجهاد واقع بشكل كبير جدا على لعيبه المنتخب، وربنا يا رب يحميهم كمان ما يبقاش فيه اصابات بالنسبه للفريق الاول وبالنسبه للمنتخب الاولمبي. يعني انا شايف طبعا الاتحاد السوداني بصفه الهلال هو الممثل للكره السودانيه وقطب من اقطاب الكره السودانيه، هو والمريخ زي الاهلي والزمالك. فطبعا الناس بيلبوا، الناس فاهمه ولبت طبعا للهلال تاجيل المباراتين عشان الناس يلاقوا نفسهم، يلاقوا راحه اذا كان عندهم اصابات يقدروا يعالجوها، عندهم حاجات نواقص في الجانب البدني يقدر يعالجوها، نواقص في الجانب المهاري الخططي. يعني تحس هيبقى في استشفاء بشكل كبير جدا لفريق الهلال. لكن احنا النادي الاهلي يعني سبحان الله اتكتب علينا كده، البطل اتكتب عليه كده انك انت بتطلع من البطوله تخش البطوله، تطلع من دوري تخش الكاس، تخش من تطلع من كاس تخش كاس الرابطه. فطبعا انا شايف ان مفروض يعني المثلث المكمل في الرياضه لازم يبقى فيه وقفه وفعلا وقفه في ظهر النادي الاهلي. النادي الاهلي هو الفرقه الوحيده اللي موجوده بتمثل طبعا مع احترام نادي الزمالك، مع احترام البيراميدز وطبعا بيراميدز وفيوتشر بيمثلوا مصر في الكونفدراليه، وفي النهايه خلي بالك واحد منهم اللي هيخرج يوم 2 اللي هيقابلوا بعض الاثنين هيقابلوا بعض. فانا عايز اقول لازم يبقى في وقفه، ومش لازم احنا نفضل. انا شايفك من قبلها بيوم واثنين ومن امبارح وقبل كده بتتكلم على واحد، وزلت هتتكلم على الموقف ده. فلازم الناس تبدا يعني تاخد بالها بقى، وتبدا الناس تصحصح، وتبقى بصراحه يبقى في حق في الفير بلاي بقى. احنا عايزين الروح الرياضيه اللي احنا كنا نتمناها من بدايه الموسم، ويعني يبقى في مسانده بشكل كبير جدا للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه، ويتاجل له المباراه
ويعني مستر كولر يبدا بقى هو يحضر استراتيجيته للمباراه، مباراه الهلال القادمه، لان مباراه مصريه بالنسبه لنا. وانا عايز اقول ان الفرصه جت، يعني الحمد لله رب العالمين ان مباراه السان داونز والهلال طلع التعادل الايجابي 1-1، ودي فرصه ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني نقدر ربنا يوفقنا هنا من خلال جمهورنا اللي هيبقى موجود طبعا بنسبه مش اقل من 20,000. نتمنى طبعا استاد الدفاع الجوي، انا سامعك بتتكلم على استاد الدفاع الجوي، استاد القاهره. طيب يبقى استاد الدفاع الجوي ده منتخب مصر، منتخب مصر. استاد القاهره اللي هو بيعتبر بعبع للفرق الافريقيه. نتمنى طبعا ان احنا نشوف جمهورنا باذن الله اكتر من 20,000 موجودين في الاستاد. هو الاهلي طلب ساعه كامله للاستاد، نتمنى هذا اسلام، لان فعلا المباراه دي محتاجه جمهورنا، لان الجمهور بيبقى ليه عامل السحر بشكل كبير جدا للاعبتنا. ولاعبتنا لما بتشوف الجمهور مالي الاستاد بهذا الشكل بتبدا دوافع بقى لعبه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، وان شاء الله يكون لنا نصيب يا رب في المكسب في هذه المباراه. دوري ابطال افريقيا، الدوري العام المصري، كاس مصر، كاس الرابطه، كاس مصر الجديد، اربع خمس ست بطولات النادي الاهلي بيلعب فيها، ما بينهم لعبت في كاس العالم، تلاحم وبطولات كثيره جدا بيلعب فيها النادي الاهلي، ده قدرك ولكن في نفس الوقت اعتقد ان ده عامل ضغط كبير جدا على كل اللاعبين يا كابتن مجازي. جدا اسلام، وحتى كمان الراجل كان يعني دور على استراتيجيه ان هو يدور من خلالها اللعيبه على اساس يريح، لكن سبحان الله يعني الراجل حاول، لكن برضه في اصابات، لان انت في ضغوط واقعه على اللعيبه بشكل كبير جدا اسلام، ضغوط. انت احنا بعد خسارتنا من ستاند داونز اللعيبه اتاثرت بشكل كبير قوي قوي، ويمكن احنا طلعنا معاك وقلنا كل الفرق الكبيره بيحصل لها يوم مش يومها، فلكن في ضغوطات السوشيال ميديا واستادات تحليل للمباريات بيبقى في ضغوط على اللعيبه بشكل كبير وبيوصل للعيب، فطبعا اللعيب بيتاثر بشكل كبير، وده نتيجته ان احنا المباراه اللي بعديها بنلاقي اصابات، فالاصابات دي نتيجه ان اللعيب محطوط تحت ضغط وعايز هو كمان عايز يعوض الخساره ديت، وعايز اصاباته كده برضه طبعا، وعايز كمان يكسب عشان يفرح جماهيره اللي زعلانه دي، جماهير النادي الاهلي يعني بتزعل ومن حقها انها تزعل، لان طبعا هي شريك مع الفريق في معظم الانتصارات للنادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، كل الانتصارات فطبعا بيبقى زعلانين ومتضايقين، لكن اللعيبه بتبقى عايزه الصالح الجمهور ده. مباراه القطن اسلام بصراحه انا شايف ان هي اتعملت مباراه على اعلى مستوى، مباراه مستر كولر اختار فيها التشكيل الامثل، اللعيبه نزلت من اول المباراه عملت اللي طلب منها، الضغط على الخصم طبعا، مكاسبنا كبيره جدا جدا في مباراه القطن، وعلى راسها كهربا هاتريك من فتره طويله جدا، كهربا ما جابش جوال بهذا الشكل، ظهور كمان مروان عطيه بحاله مميزه في نص الملعب من الناحيه الدفاعيه من الناحيه الهجوميه، بيتستاو بدا تعيد حيويته مره ثانيه، بعض اللعيبه محمد عبد المنعم، يعني عايز اقول ان مباراه القطن اللعيبه كانوا زي ما تقول رد اعتبار، واللعيبه عايزه تصالح جماهيرها، ففعلا يعني بعثت رساله جميله جدا من الكاميرون لجماهير النادي الاهلي، ما تقلقوش انتوا راهنتوا على رجاله، والرجاله فعلا قد المسؤوليه وقدروا الحمد لله يعني نفوز باربع اهداف، وبعديها كمان ربنا كرمنا اسلام، لان فعلا منظومه النادي الاهلي بتتعب بشكل كبير جدا، من مجلس اداره لجنه التخطيط، الكابتن محمود الخطيب، كولر، الجهاز الفني، الجهاز المعاون، اللعيبه، الجماهير، لا في تعب كبير جدا يا اسلام، والتعب ده سبحانه وتعالى ربنا بيجيب التوفيق، وانا شايف ان كانت مباراه سان داونز والهلال كان فيها توفيق كبير جدا لصالح النادي الاهلي. كابتن، واحد من الناس اللي عليها العين كهربا، خلال هذه الفتره ادى بشكل متميز، اعتقد ان كولر له الدور الاكبر، كهربا نفسه طبعا، ولكن ربنا ثم كهربا وبعد كده كولر. بص اسلام، يعني احنا قلنا الكلام ده يا جماعه، كهربا لعيب يعني مميز، كهربا يعني عودته للمنتخب، كهربا كان لعيب اساسي في المنتخب، لو نرجع بس بالزمن كده، وكان مؤثر مؤثر بشكل كبير جدا في المنتخب. صحيح. كهربا، وبعدين كهربا من اللعيبه اللي ناضجه بصراحه، يعني كرويا وفنيا
كهربا الفتره اللي فاتت دي الله يكون في عونه، اللي هو اكتر واحد يعني كانت محطوط تحت ضغط، اكتر واحد يعني كان بيتهاجم، اكتر واحد كان بيتقال ان الموضوع ده مش هيتحل، اكتر واحد كان بيقولوا انه هيتوقف، ومع هذا هو كان بيتمرن وبيجتهد. ومستر كولر قعد معاه اكتر من مره جلسه فيها اعداد نفسي لكهربا، وهو شاف وشاف امكانياته من خلال التدريبات، من خلال المباريات الحبيه، حتى الاوقات اللي كان بيديله وبيشركوا فيها كهربا كان بيكون عنده حسن ظن الراجل وحسن ظن الجماهير. فكهربا يا اسلام انا شايف من اللعيبه، من افضل اللعيبه اللي في التلت الهجومي. يعني كهربا يقدر يلعب من تحت، كهربا يقدر يلعب جناح، كهربا كمان فاجئنا بحته راس الحربه. مفاجاه لينا كلنا ان كهربا اسلام في المكان ده. امبارح انا كنت اتفرج على ريال مدريد وبرشلونه، الراجل بتاع ريال مدريد اللي هو بنزيما ده، بنزيما نفس التحركات بتاعت كهربا، وجوده بين السكس يارد وضربه الجزاء، وجوده في الـ في الـ في الـ التحرك على الزاويه القريبه، التحرك على الزاويه البعيده. يعني يعني انا قعدت امبارح كده بص قلت ما شاء الله نفس التحركات بتاعت كهربا. يعني عايز اقول لك ان كهربا اللي بقى نفس التحركات بتاعت بنزيما. بالظبط يعني والله يا اسلام يعني فكهربا يعني نضجه وصل للمرحله ان بقى يعرف المكان اللي بيجي فيه او اللي بتيجي فيه الكوره اللي يقف فيها ويقدر يسجل من خلالها. ايضا مروان عطيه من اللاعبين اللي تم اكتشافهم، يعني صفقه جديده تم اكتشافها داخل النادي الاهلي. يعني صفقه من الصفقات بصراحه، يعني بنحيي فيها لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب. مروان من اللعيبه اللي تحس بشخصيه النادي الاهلي، يعني فعلا اختيار مروان من خلال مباراته مع الاتحاد السكندري كان لافت الانظار، يعني من ضمن اللعيبه اللي لعبت المباراه كلها. صحيح. ويمكن راح مع مستر فيتوريا مرتين المنتخب في معسكرات قبل كده. فانا شايف ان يعني مروان من اللعيبه اللي بيلعبوا في نص الملعب بيلعبوا بذكاء وتركيز يا اسلام، ومحضر قبل اللعب. دي حاجه كمان بصراحه بتتحسب له. كمان من النوع اللي هو المقاتل، يعني عنده شخصيه في حته الانقضاض على الكوره والاستخلاص. وبعدين لما بيستحوذ كمان بيعرف يطلع باص، بيطلع باك، بيقدر يعمل لك حاجات طوليه، بيعمل لك حاجات عرضيه. كمان عنده جرأه كمان دلوقتي، بيحاول من بوكس لبوكس، بيخش جوه ال 18 بيحاول يسجل. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي هو بيبدا يطور من نفسه من خلالها. وبناء عليه طبعا انا بحيي مستر فيتوريا ان هو كمان الباب مفتوح لكل اللعيبه، لكل اللعيبه اللي زي مروان وزي كهربا اللي بيثبت وجوده من خلال الدوري العام. الراجل بيقول اهلا وسهلا بيك في منتخب مصر. طيب بما اننا بنتكلم عن مروان عطيه خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن مروان عطيه ونرجع نكمل. برضه يا كابتن ماهر واحنا بنتكلم يعني انضمام 14 لاعب سواء 7 للمنتخب الاول و4 للمنتخب الاولمبي و3 لاعبين اخرين للمنتخبات، سواء اللي هو بيرسي تاو وجنوب افريقيا واليو ديانج مالي وعلي معلول تونس. اعتقد ان ده شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي ودور النادي الاهلي الوطني الطبيعي، يعني في ان هو يبقى هو عصب كل المنتخبات. بالظبط زي ما قلت كده اسلام، وعايز اقول لك ان النادي الاهلي طول عمره مغذي المنتخبات بجميع مراحلها، ودي ميزه المؤسسه الكبيره، مؤسسه النادي الاهلي، مؤسسه الانتصارات، 115 سنه بطولات. وطبعا تلبيه النداء للمنتخب بيبقى شرف للمؤسسه نفسها، شرف للنادي طبعا، وشرف للعيبه كمان ان هو بيمثل منتخب مصر. يعني كل الشغل اللي بيتعمل ده عشان في الاول والاخر منتخب مصر. يعني كل الحاجات الجميله اللي بيعملها النادي الاهلي دي خلال فتره تجهيز اللعيبه في المراحل السنيه، في منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، المنتخب الاول، في الاول والاخر عشان منتخب مصر. واحنا معظم لو رجعنا كده للكابتن حسن شحاته اسلام في حصول على 3 بطولات الافريقيه، كان قوام منتخب مصر من لعيبه النادي الاهلي. يعني النهارده لما يبقى في 7 و8 و9 من الفريق الاول موجودين، تاكد انك انت هتطمن على منتخب مصر خلال الفتره الجايه من خلال الاحتكاك ومن خلال النتائج. كمان منتخبنا الاولمبي كل ما بعدد لعيبه النادي الاهلي موجود، تاكد ان هيبقى في نتائج، والنتائج ايجابيه ليه حتى المنتخب الاولمبي او منتخب الشباب القادم. فدي ميزه النادي الاهلي ان هو بصراحه طول عمره
بيغذي المنتخبات باللعيبه المميزه، باللعيبه اللي عندها شخصيه، باللعيبه اللي عندها اصرار على المكسب، باللعيبه اللي ليها تاريخ دولي. فالنادي الاهلي يعني تتحسب بصراحه الجزئيه دي. وعايز اقول ان مثل حتى الانديه الاخرى، يعني حتى الانديه الاخرى بتحاول ان هي يبقى عندها لعيبه زي النادي الاهلي كمان موجوده في المنتخب بصفه اساسيه. كابتن، المنتخب الاول ومباراه مهمه امام ملاوي، او اولى المباريات الرسميه لروي فيتوريا مع منتخبنا الوطني، اولا شفت اختياره لمجموعه من اللاعبين قائمه المنتخب الوطني الاول ازاي؟ زي ما قلت لك اسلام، هو الراجل واضح ان هو يعني عنده شفافيه وحته العداله في حته الاختيار. ويعني هو يمكن من المعسكرين اللي قبل كده ما كانتش مفاجاه بالنسبه لنا، يعني هو تملي اللي بيختار عناصر جديده وعناصر فعلا بتأدي دورها في الدوري العام، والراجل بيبقى بيتابع بشكل كبير هو والجهاز بتاعه جميع التدريبات وجميع المباريات للفرق. فانا شايف ان الراجل بصراحه ما فيش عنصر اختاره الا زي ما كان عنصر فعلا يستاهل يبقى موجود في منتخب مصر. فانا شايف مستر فيتوريا في الجزئيه ديت ان هو بصراحه بيتعامل بشفافيه وعداله، بيحاول يدي كل الناس حقها. وطبعا معاه نجمين كبار يعني بركات والكابتن حازم، ودول برضك من نجومنا الكبار اللي بيساعدوا الجهاز بشكل كبير يعني. فانا شايف ان في توازن بشكل كبير جدا يا اسلام في الاختيارات. يعني واخد من الاهلي، واخد من الزمالك، واخد من الانديه الاخرى. بالعكس، انا شايف ان هو لا ينظر لمثل هذه التوازنات، وجهه نظري، لانه لو كان ينظر لاي توازن ما كانش خد كهربا، ولكن هو شايف ان كهربا بيأدي بشكل جيد خده. شايف محمود حماده بيأدي مع فرقته فاركو بشكل جيد خده. بالظبط. يعني انا شايف ان في حتى عدد كمان 7 لعيبه من لعيبه النادي الاهلي، فانا طبعًا شايف ان نسبه كبيره جدا ما شاء الله للعيبه النادي الاهلي موجودين في منتخب مصر. وده نتاج ان فعلا لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت عندها مواصفات البطوله، عندها مواصفات اللعب الدولي، عندها الخبرات. فاكيد الراجل طبعا يفرق معاه ويهمه، وان هو يختار عناصر التشكيل للمنتخب القومي اللي بتجمع بين الخبره وبين اللعيب الوسط وبين الدم الجديد. رايك في اختياره للمحترفين، يعني محمد صلاح، طارق حامد، طبعا تريزيجيه مصاب، لكن اختياره لكل المحترفين اللي موجودين يعني. وهو احنا كنا نتمنى اسلام ان محترفينا يقتروا عن كده، لان احنا برضك خد بالك من محترفينا يعني تعد على الاصابع، يعني عندك محمد صلاح، عندك تريزيجيه بس متعور، كوكا موجود، نني برضو مصاب، نني مصاب، عمر مرموش ادي الثالث، الرابع مصطفى محمد، يعني 4 لعيبه في منتخبنا القومي من المحترفين. انا كنت اتمنى اسلام احنا نوصل 6 و7 و8 و9 اكتر طبعا، يبقى عندنا طارق حامد برضو وحجازي. بس طارق وحجازي هل تعتبر يعني الدوري السعودي دوري قوي جدا برضه؟ بالظبط، موجودين في الدوري السعودي. فكنا نتمنى ان احنا يبقى عددنا اكتر من كده، لان فعلا اسلام اللعيبه دي لما بترجع لك انت بتحس بقيمتها. صح. بصراحه يعني طارق حامد، لو هنتكلم على طارق حامد واحترافه في الدوري السعودي هو وحجازي، تحس الاثنين يعني بلغه الكوره مسمارين، واحد موجود في نص الملعب صحيح، وواحد موجود في خط الظهر صح، وعاملين مباريات جميله جدا لدرجه ان فعلا جماهير الاتحاد السعودي بيهتف ليهم وبيشجعهم بشكل كبير. ويعني مبسوط ان الصفقتين دول صفقتين من الدوري الممتاز واللعيبه المصريين. واتحاد جده حظه حلو الحقيقه مع المصريين. بالظبط. يعني انا انت احترفت قبل كده شويه في الاتحاد السعودي، وبعد كده كان في حسني. أيوة. وعماد متعب وكهربا. وكلهم كانوا ناجحين الحقيقه. بالزبط. كل هذه الـ 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 الاسماء الكبيره كلهم الحقيقه كانوا ناجحين مع الاتحاد الجده السعودي. وميزه كده كمان اسلام ان الناس لسه فاكراكم، يعني انت طبعا بصراحه طبعًا. يعني تلاقي السعوديين بيتكلموا ان احنا كان عندنا اسلام، وكان عندنا بركات، وكان عندنا بركات كان في اهلي جده. اهلي جده. فدي حاجه كويسه بصراحه، يعني شرف للاعب المصري. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك ان لما يبقى عندنا عدد من المحترفين اكتر من العدد اللي موجود، يعني بيفرقوا معانا بشكل كبير جدا في طريقه اللعب، في الاستراتيجيه، كل حاجه، في كل حاجه، في الاداء، في الخبرات، في المواقف اللي بتحصل في داخل الملعب او خارج الملعب. فنتمنى اسلام ان شاء الله باذن الله ان الفتره الجايه يبقى عدد المحترفين
اللي في الداخل خلاص احنا الحمد لله مين يعني اللي في الداخل ماشي بشكل جيد، لكن لكن اللي في الخارج محتاجين عدد اكثر من كده من اللعيبه المحترفين المصريين. المباراتين امام ملاوي حضرتك شايفهم ازاي؟ ملاوي فرقه كويسه مصنفه كمان اسلام، يعني فرقه فرقه جيده يعني، اكيد عندها لعيبه محترفين يعني حوالي يمكن 6-7 لعيبه محترفين في الخارج، فملاوي من الفرق القويه. هيبقى مباراتين في منتهى الصعوبه بالنسبه لمنتخب مصر يعني، التجربتين في منتهى الشديه، فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان منتخبنا زي ما انت قلت كده اسلام، اول تجربه لمستر فيتوريا، فمهم جدا كمان الجماهير المصريه يعني تاخد الثقه من المباراتين دول في الاداره الفنيه. يعني مكسبنا للمباراتين اكيد يهمه مستر فيتوريا بشكل كبير، لان طبعا الحكم على المباراتين دول من خلال الجماهير المصريه طبعا، فيهم توفيق وفيهم مكاسب، تاكد ان مستر فيتوريا جاي هيبقى افضل. يعني انا شايف ان الحقيقه فيتوريا واحد من المديرين الفنيين اللي شاف شغله بشكل جيد جدا الحقيقه، بيحاول ان هو يضع استراتيجيه، شارك في اختيار رئيس لجنه الحكام فيتور بيريرا قبل كده، وايضا بيشارك في، يعني انا بشوفه موجود في مع المنتخب الاولمبي، بشوفه كان موجود قبلها مع منتخب الشباب، بشوفه موجود مع منتخب الناشئين. الراجل دايما بيحاول يحط ايده في كل ما يخص كره القدم، بيحاول يعمل منتخب للظل زي ما سموه، منتخب للمحليين عشان مشاركه في بطوله امم افريقيا للمحليين، فانا بشوف ان هو الراجل ده مجتهد جدا. بص يا اسلام، انا بيشبهني كده مستر مالو جوزي. بصراحه يعني الراجل حابب المكان وحابب المصريين، وبعدين عايز ينجح، فزي ما انت قلت وهو بيخش وبيشارك بشكل كبير، لان هو برضك عنده علم من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه. صحيح. فهو يقول لك ايه؟ يقول لك انا كمان لما اشارك مع المنتخب الاولمبي يبقى برضك التواصل مهم قوي. مهم طبعا. لان هم دول اللي انا احتاج منهم. صح. فلما في تواصل بيني وبين الجهاز الفني هيسهلوا لي المأموريه بشكل كبير. كمان الراجل بيقول بصفته انه عنده خبرات من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه، ايه المانع ان هو يساعد مع منتخب الشباب لو محتاجين مدرب من البرتغال للمراحل السنيه دي؟ يقدر يجيب مدرب هو شايفه انه واعد، مدرب قوي، مدرب كويس. يعني واضح ان الراجل عايز يغير من شكل وطريقه الكره المصريه. احنا بقالنا فتره اسلام ما عندناش هويه بالنسبه للكره المصريه. صحيح. ما عندناش شكل، في لخبطه بشكل كبير جدا من الجانب الاداري والجانب الفني. فالنهارده لما يجي لنا قيمه بقيمه مستر فيتوريا، وهو طبعا الراجل رقم واحد على مستوى المنتخبات، ومعاه الراجل البرازيلي بتاع المنتخب الاولمبي، اكيد الاثنين دول مهم جدا ان هم يحطوا ايديهم على مشاكل الكره المصريه ويقدروا يلاقوا لنا حلول من خلال خبرتهم طبعا الدوليه والخارجيه، وتواجدهم معانا هنا يقدروا يلاقوا لنا حلول، وحلول بسرعه، لان احنا اسلام مشكلتنا واحنا كلنا عارفين اداريا عمليه بايظه بشكل كبير. اخيرا يا كابتن ماهر، المنتخب الاولمبي ومباراتين امام منتخب زامبيا، مباراتين مهمين جدا جدا، والحمد لله النهارده اتخذ قرار من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بوجود طائره خاصه تنقل منتخبنا الوطني الاولمبي لزامبيا. الحقيقه بعد ما كانت الرحله هتستغرق حوالي 13-14 ساعه بما فيها ترانزيت وكذا وكذا، ولانهم عندهم مباراه يوم 22 ومباراه يوم 26، فبالتالي اتخذ قرار بوجود طائره خاصه لمؤازره المنتخب الاولمبي. دي من الحاجات بقى اللي بتدي ثقه، من الحاجات اللي بتريح الولاد بشكل كبير جدا. المسافات الافريقيه كلنا عارفينها عامله ازاي، فلما ترى خاصه هتفرق مع الولاد بشكل كبير. وعايز اقول يعني احنا كل المحللين وكل الخبراء مستنين المنتخب الاولمبي، لان احنا اخفقنا في المنتخب الشباب، فاحنا ما عندناش صحيح ما عندناش رفاهيه اي حاجه. صح. فكلنا مستنين ان شاء الله باذن الله ان المنتخب الاولمبي، وده المنتخب الواعد، ده المنتخب اللي مستر فيتوريا حاطط عينه عليه، التطعيم اللي هياخده من خلال المنتخب الاول هيبقى من خلال المنتخب الاولمبي. فاتمنى مباراتين زي ما انت قلت يا اسلام، مباراتين في منتهى الصعوبه. منتخب زامبيا منتخب قوي جدا صراحه يعني. فاتمنى ان شاء الله يكونوا الاولاد يعني عند حسن الظن كل المسؤولين والشعب المصري، وان شاء الله يحققوا لنا نتيجه ايجابيه في خلال المباراتين يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على تواجدك معانا. شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب اسلام. شكرا. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل محمد جمال واحمد مجدي في ضيافه البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. محمد جمال، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله زي الفل الحمد لله. احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كل سنه طيبين. وانت بخير وسلامه يا كابتن. رمضان كريم عليكم وعلى كل الامه الاسلاميه باذن الله يا رب. وكل ام برضو كل سنه وهي طيبه ودايما بخير. محمد، خليني ابدا معاك الاول ب ابدا معاك برد رابطه الانديه. هل في رد حتى الان؟ لا يوجد، ما اعرفش، مفيش حاجه رسمي حتى الان ظهرت في الاعلام. بص يا كابتن، انا توصلت انا توصلت اكيد، وفيما يخص موضوع الاهلي يعني اكيد طبعا تاجيل مباراه المصري في كاس الرابطه. انا تواصلت وتاكدت طبعا ان مفيش تاجيل، يعني تاكدت طبعا من مسؤولين في رابطه الانديه. اقرب، ولكن رسميا هم اتقال لنا يعني انه اتبعت خطاب للنادي الاهلي، ولكن لحد دلوقتي انا ما شفتش خطاب، ولكن انا اتاكدت من المسؤولين ان مفيش تاجيل لمباراه النادي الاهلي والمصري في كاس الرابطه. ويمكن برضو انا عايز اقول حاجه في النقطه دي قبل ما اقول رايي فيها، ان لائحه كاس الرابطه ما فيهاش عقوبات كبيره او فيها عقوبات تخص اي فريق مش حابب ان هو يشارك في بالظبط. ما فيهاش عقوبات، ان في ناس بتتكلم ان فيها عقوبات وفيها حاجات، لا ما فيهاش عقوبات خالص. وهي اللائحه جوه لائحه رابطه الانديه للموسم ككل، يعني مفيش لائحه برضو منفصله لبطوله كاس الرابطه. ده ينفع؟ بص يا كابتن، انا بشوف دايما ان اي بطوله لابد ان يكون ليها لائحه خاصه، بس خلاص ما يبقاش ليها بنود جوه اللائحه ككل. اللائحه العامه بشوف ان من اسهل الحاجات ان انت تعمل لائحه عامه ليها ولائحه خاصه ليها بتاعتها، فيها مكافاتها، فيها شغلها، فيها كل حاجه، وتكون منفصله تماما عن لائحه رابطه الانديه. ولكن فيما يخص بقى رايي انا بشوف النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم 31 مارس قدام الهلال السوداني. النادي الاهلي بيحاول وبنحاول ان احنا نخلي المباراه يوم واحد، لان طبعا في عندنا لعيبه موجوده في المنتخب الاول ولعيبه في المنتخب الاولمبي بجانب المحترفين كمان، بيرسي وعلي معلول وديانج، وكمان انا سامع ان بيرستاو هيكون في ليبيريا، والطيران قصه ازمه برده عشان توصل لمصر. فانت عندك حاجات كتير جدا، محتاج تكاتف، محتاج ان كل حاجه ممكن تمشي بالتنسيق. ايه المشكله لو مباراه النادي الاهلي تاجلت؟ ايه المشكله لو مباراه النادي الاهلي كانت قبل كده؟ يعني كانت ممكن 25 او 26 24 او 25 ما تبقاش يوم 27، خاصه انها قبل 3 او 4 ايام بس من مباراه الهلال. النهارده شفنا مباراه الهلال، لكن النادي الاهلي كان طالب التاجيل. التاجيل النهارده شفنا كمان الهلال السوداني بيتاجلوا مباراتين، اهلي شندي ومباراه ثانيه في الدوري السوداني. يعني في دعم اكيد للهلال. فانا اتمنى بصراحه ان كان الموضوع يكون فيه تسهيل اكتر من كده، خاصه النادي الاهلي هو المنافس دلوقتي، هو وبيراميدز وفيوتشر في بطوله في بطولات افريقيا. الاهلي هو المباشر في دوري ابطال افريقيا، هو اللي مكمل وعنده فرصه كبيره جدا انه يتاهل. فانا كنت بشوف ان لابد ان يكون في يعني تنسيق بشكل اكبر ويكون في راي بشكل اكبر. ممكن كانت المباراه تتاجل، انا بشوفها كانت هيبقى شيء طبيعي جدا. مجدي، اسمع رايك برضو في هذا الاطار. يعني انا ردي انه تمام، احيانا بتبقى الانديه يعني ظروفها مش زي بعضها. الاهلي بيكمل في مشوار، يعني بيكمل في مشوار افريقيا، واللي المفروض ان الجدوله دي واضحه لكل المؤسسات المشرفه على الرياضه في مصر من البدايه، عارفين ان في ماتش في الجوله السادسه هيكون حاسم او مش هيكون حاسم، مش دي القصه. انت بتفترض دايما كمنظم أسوأ الفروض ان انا الماتش ده هيكون مصيري بالنسبه للاهلي في الجوله السادسه، وانه مش هيحسم تاهله من الخامسه او من الرابعه. المفروض تفترض ده علشان لما تيجي تجدول وتحط ماتش يوم 27 تبقى عارف ومتاكد ان في معسكر دولي اولا في الموقف ده، وانه في ماتش مهم جدا للاهلي في الجوله السادسه في دوري ابطال افريقيا هيكون في الوقت ده. انت لما تيجي تجدول افترض المشكله، انت لازم تفترض المشكله بما انك المنظم. انت ما تسيبش الانديه التي يتم تنظيمها داخل البطوله هي اللي تحل، يعني تفترض لك المشكله وتحل لك المشكله. مش دي وظيفتي، يعني انا كنادي مشارك في البطوله مش وظيفتي خالص. انا المفروض انت تراعي ان عندي 7-8 لعيبه دوليين، من 14 15 لاعب دولي منهم 7-8 صف اول في منتخباتهم هيسافروا في بلدان مختلفه. النقطه اللي بيتكلم فيها دي من نقطه الدعم للهلال اللي بيتم في السودان ده، بيتم من شهر 10، بيتم من شهر اكتوبر. الهلال ما خدش مباراه محليه، ما خدش مباراه محليه، خد بطوله البطوله العربيه بارادته الكامله علشان كان ليه غرض من المشاركه في البطوله. ولكن الدعم ده انا مش طالب انه يبقى على نفس الطريقه، جدولنا غير جدولهم، الجدول مش ممتاز، بس على الاقل ما تخلقليش افخاخ في الوقت ده، ما تحطليش فخ يبوظ الدنيا. يعني الماتش 27 ماتش المقاولين يعني انت حاطط لي فخ، تمام. انا من حقي اعترض على الجدوله، انا من حقي اقول لك ان ده مش مناسب ليا، انا من حقي اطلب الدعم اكتر من كده. حاجه اقول لك يا عم، اصل اللائحه ما فيهاش. المهم الاهم من شيء ان التنسيق ما يجيش مني، التنسيق في البدايه خالص يتقال انه في النادي ده عنده ماتش فلاني في البطوله الفلانيه، فانا كده كده واقف معاك، انا اللي منسق. انا يعني الطرفين دول مش متساويين، في واحد بينظم وفي واحد بينظم. اللي بينظم هو اللي المفروض ينظم لمن ينظم، بس هي دي يعني كل واحد يبقى في الدور بتاعه، لان تنسيق البطوله مهمه الرابطه. انا بشوف انه الاهلي حقه تماما
يعني يشارك او لا يشارك في البطوله. انا ده وجهه يعني نظري حتى الان. خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال هذه الفتره، لانه هو النادي الاهلي طلب التاجيل، ولكن حتى الان يعني لم يتقال لا، فمطلوب عادي جدا اقول انا مش هشارك. ما المشكله ما انا عشان كده كنت بسال، هل في حاجه رسمي وصلت النادي؟ انا ما اعرف، انا ما سالتش. لا بس الردود اللي جايه كلها من الرابطه النهارده فيرم خالص انه لا ما فيش تاجيل، يعني مش لا هنناقش، لا ما فيش تاجيل. اوكي فتمام، انت كده مصمم على جدوله الماتش في اليوم ده. أوكي. فانت رد الفعل الثاني، بما ان ما فيش لوائح منظمه للبطوله بشكل فردي بشكل واضح لبطوله الرابطه، ما تحطهاليش يعني ضمن لائحه الدوري وتقول لي ده البطوله واحده. هي بتتنظم مع الدوري؟ هي بتنظم بين فرق الدوري؟ لا بتتنظم بين فرق يعني هي فرق الدوري بس بطريقه ثانيه، في جدوله ثانيه، في وقت توقف دولي. وفي درجه ثانيه وثالثه بيلعبوا بالظبط، وفي توقف دولي، في توقف دولي اساسا، الدوريات واقفه في العالم كله. فانت ما تحاكمنيش بلائحه بطوله مش نظاميه في الوقت ده، بس حط لها لائحه من البدايه نقر عليها، وقول لي انك هتجدول لي في وقت التوقف الدولي، وساعتها اوافق او لا اوافق، وتقول لي ان قبل ماتش الاخير ليك في دوري ابطال افريقيا هتلعب قبلها باربع ايام، وقول لي كل ده وتمام. لو وافقت ساعتها، لو كل الفرق وافقت ساعتها تمام، احنا ملتزمين بقى بالكلام ده. ولكن انه ماتش يعني انا بسميه ماتش شيطاني كده يتخلق علشان بس يعني انا بقول يعني بنفترض حسن النيه انه كان عدم تنسيق، ان ده كان عدم تنسيق، كان من الضروري يكون في تنسيق. ولكن خلينا ما نفت يعني لو ما افترضناش حسن النيه نقول ان في تقصير بقى، خلينا نقول ان في تقصير في التنسيق. هو ليه انت بتلعب فرق اخرى هتلعب يوم 2 ابريل؟ مش فرق اخرى، هو فيوتشر و بيراميدز والزمالك اعتقد، بس الزمالك خرج. لكن انا بتكلم من عن الفرق اللي موجوده. انت ممكن كنت تحلق تلعب بدري شويه مثلا، او لو انت عايز تلعب المباراه وانت شايف انه يعني انا عارف ولكن مره اخرى بس عشان محدش يقول لي لا، النادي الاهلي طلب تأجيل هذه المباراه. ده الطلب الرسمي للنادي الاهلي، ده اللي اتبعت فعلا للرابطه، ده طلب تأجيل المباراه. ولو كانت الردود جت النهارده لكل من سال الرابطه انه سيتم مناقشه طلب الاهلي، كان يعني رد فعل الاهلي مختلف، ممكن يكون اسهل من كده. ولكن لو الاجابه لا مش هناجل، خلاص الموضوع انتهى. يعني هو بيقول لك قرار النادي الاهلي، بيرمي لك الكره في ملعبك بس قرار النادي الاهلي. بالظبط. عموما خلينا ننتظر ماذا سيكون قرار النادي الاهلي خلال يعني الساعات القليله القادمه، لغايه لما نرى ماذا سيحدث في هذا الامر. يعني لو عندك برضو كواليس اللقاء الاول ما بين فيتوريا وكهربا، الزخم الكبير على كهربا، وبسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، واحد من افضل اللاعبين في مصر خلال هذه الفتره. لا في كلام كتير يا كابتن، هو الراجل معجب بيه جدا جدا، وراجل يمكن كان في المؤتمر رد وقال هو كهربا ابهرني في الماتشات الاخيره للنادي الاهلي، وان هو لعيب بيجيد التحركات. عايز اقول لك ان النهارده كهربا يمكن حتى صفحه الاتحاد الرسميه نزلت صور باستقبال اللاعبين، يمكن كانت ابرز صورتين هما كهربا، يعني صورتين كهربا. هو الراجل كمان لامس قوي ان كهربا يعني الناس حابه ان هو موجود في المنتخب، وفيتوريا بيعرف يتعامل، وانا دايما مع حضرتك بقول لك فيتوريا عارف يتعامل. المديرين الفنيين وبيخطط التعامل الخارجي بالزبط. مع الناس حتى الان بالظبط عارف يتعامل، وعارف حتى كمان يختار قيمته في كل حاجه الحقيقه. بالظبط ادي السوار، هو الراجل النهارده كابتن كان حريص ان هو يتكلم معاه يقول له ان انت لعيب كويس، وان انا بتفرج عليك من بدري، وان انا مش جايبك علشان انت جبت 3 اهداف في القط، انا بتابعك من اول ما انت شاركت مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وانا عيني عليك. وكمان اتكلم مع ان المحلل ده بتاع منتخب مصر الفتره اللي فاتت كان مجهز عدد كبير جدا من الاسماء اللي هي في سن يا كابتن من 20 ل 30 سنه، في ال 10 سنين دول هو الراجل دايما بيحاول انه يبقى اكبر كم عنده من اللاعبين من 20 ل 25، ودي شايفينها في صبحي وفي مروان عطيه وفي هشام صلاح ومحمد حمدي، عدد كبير جدا من اللاعبين، واللاعبين برضو اللي موجودين من 25 ل 30 يكونوا لاعبين في فورمه كويسه جدا، ويكون عندهم كمان خبرات دوليه، لعبوا قبل كده في منتخب مصر. طبعا كهربا من اللعيبه اللي انضمت للمنتخب من زمان جدا، من 2013 2014، فعنده خبرات دوليه، مش هيجي وقت كبير جدا عقبال ما يدخل في التيم يعني. بالظبط. فده اللي النهارده الراجل اتكلم معاه فيه، وقال له انا بثق فيك جدا في امكانياتك. كمان كهربا كابتن هيبقى حل سحري بالنسبه لفيتوريا، فيتوريا داخل المباراتين قدام ملاوي عنده غياب لتريزيجيه. طبيعي في المكان ده بيلعب مرموش، طبيعي في المكان ده ممكن تدي لزيزو، طبيعي في المكان ده تدي كمان لكهربا، خاصة ان مركز المهاجم يمكن شبه محسوم لمصطفى محمد، والراجل طريقته في اللعب حتة العرضيات، حتة ان صلاح يدخل كمان كتاني جنب مصطفى، فدي ممكن تحرر كهربا بشكل كبير جدا لو شارك في المباراة، كمان هتحرر عمر مرموش لو شارك في المباراة، فكهربا اكيد هياخد في المباراتين. يمكن كمان النهارده المعسكر كان فيه اول تمرين لمنتخب مصر النهارده، كان حضروا طبعا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك، وحضر من المحترفين طارق حامد، وحضر كمان عمر مرموش، بكره لعيبه بيراميدز كمان هيحضروا. عايز اقول كابتن النهارده فيتوريا اتكلم مع اللعيبه كلها ان هو بالنسبه له ماتشين ملاوي هم اهم ماتشين في التصفيات، لان ست نقاط اهلوه خلاص، هيبقى عنده بقى المعسكر الجاي في 6، الراجل طالب فيه ماتشات اوروبيه، عنده في 9 طالب ماتشات اوروبيه، لانه عاوز يعلى بالتصنيف قبل افريقيا،
او زعلة بالتصنيف قبل تصفيات كاس العالم اللي جاي. فالراجل بيفكر، وده التمرين حتى النهارده محمد الشناوي. عايز اقول لك كمان يا كابتن، النهارده شارك حارس المنتخب الاولمبي محمد احمد، اسمه محمد احمد وتقريبا شهرته سيعه، بيلعب في نادي المقاولين العرب، هو حارس المنتخب الاولمبي. فيتوريا النهارده استعان بيه عشان يبقى موجود كثالث معهم، لان احمد الشناوي طبعا مع بيراميدز كانوا بيلعبوا مع الجيش الملكي المغربي. فهو الراجل بصراحه بيحضر دايما بشكل كويس، والراجل عنده رغبه في التطوير. وكمان انا كان عاجبني جدا في المؤتمر الصحفي لما اتكلم على ابرز المشاكل اللي بتواجه الكره المصريه، اتكلم على التخطيط، اتكلم على الملاعب، اتكلم على الناشئين، اتكلم على كل حاجه. وده يقول لك قد ايه الكلام اللي احنا قلناه يا كابتن، ان هو بيحط الخطط لاتحاد الكره المصري. برضو يا مجدي، يعني كهربا بيؤدي بشكل رائع جدا، والحقيقه اللي عجبني في فيتوريا عدم نظره لاي حسابات، بمعنى ان انا شايفك كويس جدا. انا الاول عايز اتكلم عن كهربا في نقطه، ان ربنا يعني صارف له حاجتين، قبول، يعني قبول وتوفيق. يعني ربنا مديله انه لما بيكون موفق بيكون موفق قوي. انا من يعني يمكن كل ده شعور تشاركه كل حد شاف ماتش القطن، انا من اول 10 دقائق حسيت ان كهربا يجيب جونين ثلاثه، باين قوي، باين قوي انه مختلف في نقطه مهمه جدا يا كابتن. تحركاته فعلا جوه ال 18 تحركاته جوه ال 18 الاجوان دي تبان لناس ثانيه مقشره سهل. بس هي قصه ان انا بحط نفسي دايما بره الاوفسايد، بتحرك كويس، بتحرك ورا الديفنس، ببقى ما بجري في المنطقه ببقى بجري والكره بتتلعب. كره قفشه مثلا الجون الاولاني يعني، هو مقدر ان قفشه ممكن يعرض او ما يعرضش، فهيعمل الفولو وضامن انه مش اوفسايد. هي دي الحاجات مثلا اللي كانت بتخلي ناس بتتكلم على جوان حسام حسن وعماد متعب احيانا ان اجوان سهله. انا مش بقارن طبعا، بس بقول ان هي دي احيانا بتبان نقطه القوه في اللعيب. الحاجه دي مفتقداها مصر كلها، مصر كلها في اللعيبه المحليين مفتقده، مش بس المهاجم اللي بيعمل ده، ومش بس، لا مفتقده ان يجي لعيب بيلعب في الثلاث مراكز الهجوميه بحريه وبيعمل لك ده اللي هو المهاجمين يا احمد بيصعبوه على نفسهم. يعني انت تحس ان المهاجم مصعب قوي على نفسه انه يسجل اهداف، يعني مصعب الموضوع قوي. يمكن كهربا بيحل ده. وحتى تكمله لكلامك، فيتوريا اول ما قال سيرته في المؤتمر اتكلم على تحركاته، قال انا بشوف لعيب تحركاته ممتازه كلها داخل منطقه الجزاء، بيعرف يتحرك في كل مكان، بيبقى خطير. ونقطه ال يعني كهربا كمان لما بيعمل ده او بيتالق، هو يعني عنده زخم جماهيري مش بس الاهلي الصراحه. يعني طبعا جمهور الاهلي اهم داعم ليه في الوقت ده، ولكن عموما كهربا لاعب محبوب، محبوب بغض النظر ان في حاجات كتير احيانا عطلته او شتتت تركيزه، ولكن هو لانه الناس بتشوف في الخامه المختلفه دايما ما يدعو للتفاؤل، اللي هو خامه مختلفه من زمان، من كهربا من ساعه لما احترف وهو عنده 18 سنه، وكل الناس في مصر عارفه ان ده من اهم اللعيبه الواعدين. بعد كده لما كل تجاربه الاحترافيه على كل الصخب اللي كان فيها كانت تجارب ناجحه، مر بصخب كتير جدا بس كلها كانت تجارب ناجحه، في اتحاد جده، حتى لما كان في جراند سوبرز، في الدوري البلجيكي، كل في الدوري السويسري، كل تجاربه كانت تجارب ناجحه. فانا شايف ان كهربا يعني ان شاء الله المشكله تخلص على خير ان شاء الله في اقرب وقت، بس المشكله اللي مع نادي الزمالك وكده، بس هو يركز بقى في التراك اللي هو ماشي فيه ده، التراك ده بتاع يعني بتاع لعيب ما يروحش لتراك تاني. ده لعيب منتج. انا التراك التاني مش لعيب المنتج بالشكل ده، احنا بنتكلم هيبقى مفيد لكله، بكله 10 اهداف بست مساهمات، عامل 16 مساهمه في وقت قياسي جدا، رقم كبير. لو 10 11 ماتش بتتكلم في 10 11 ماتش ما لعبش كتير منهم اساسي، دايما بيبقى نازل فت. الحاجه دي تقول لك بيتدرب ازاي، الماتشات اللي بيجيب فيها وبيساهم فيها كلها ماتشات رائعه مهمه جدا او كبيره مهمه. يعني النقطة المهمة ان يغيب ماتشين ثلاثة ويرجع فت. حضرتك لعيب كبير وعارف ان مش اي حد يعمل ده، لا صعب. اتنين ثلاثة يرجع فت، دي ان ما يلعبش دقايق كاملة، لا صح. يعني لازم تاخد ثلاث ماتشات عشان دايما تنزل الرابع تبقى فت قوي. انما قصة ان انت راجع اولا من ست سبع شهور ما بتلعبش وتنزل ماتش سموحة تجيب جون وتعمل اسيست وتلعب ماتش بدنيا قوي، تروح كاس العالم للاندية تبقى من اهم العناصر بدنيا، تلعب في افريقيا تجيب ثلاث اجوان، وكل الفترات دي مش فترات متباعدة بينها وبين بعض، فده بيقول انك بتتدرب كويس. نتمنى كهربا يفضل ماشي في التراك المنتج ده، لان التراك ده هو ده اللي بتعترف بيه جماهير الاهلي وجماهير الكره المصريه. كهربا يعيد اكتشاف نفسه، تقرير هام جدا عن كهربا، ونرجع نكمل. جمال، برضو كنت عايز اسالك عن، هل فيتوريا كان عايز يضم لعيبه تانية وفي اخر لحظه ما ضمهاش؟ خلي بالك فينا يا كابتن ان هو كان عنده الفتره اللي فاتت، يمكن فيتوريا دايما بيقول عليه انه كان محظوظ ان هو لما تولى قياده منتخب مصر ما كانش في ماتشات رسميه، فقدر ياخد بسرعه على الاجواء وقدر يعرف الدنيا ماشيه ازاي واللعيبه، ويتفرج باكتر ما يعني اكتر ما يعني من كارلوس كيروش كمان، لانه كان جه في وقت صعب جدا. فلعب ماتش نايجر وليبيريا في ماتشات وداف اسكندريه، فكان عنده بيجيب قائمه كبيره جدا، ثم مباراه بلجيكا كمان كان جايب قائمه كبيره، ولو تفتكر قسمها لماتشين وهكذا.
فلما جه الماتش ده هو كان في بعض اللاعبين في الدوري المصري كان عاوزهم، في ناس الاصابه حربتهم زي حسين الشحات، انا عارف ان حسين شارك في مباراه القطن، ولكن انا باكد لك ان كان الجهاز الفني يكلم حسين الشحات وان انت موجود معانا في الفتره اللي كان بعد مباراه صن داونز 2-2، ولكن طبعا حسين كانت الاصابه غيبته، فالراجل ما حبش ان هو يكون حسين كمان موجود لان حسين لسه برده مش اللي هو الفيت 100%. كمان محمود متولي الاصابه كمان حرمته لان متولي كان موجود كمان في معسكر فيتوريا، ويمكن ده مش المره الاولى لمحمود متولي ان يتصاب، لما راح برده مع فيتوريا في معسكر بلجيكا اتصاب في اول تمرين ليه في استاد القاهره. كمان اللاعب الثالث عمرو السولاي، الراجل نفسه يشوفه، وبرده عمرو السولاي بيصادف سوء حظ كبير جدا انه لما بيرجع بيكون يا اما القايمه اتعلنت يا اما بيصاب قبل القايمه. يمكن الثلاث لعيبه دولت من النادي الاهلي اللي كانوا هيكونوا موجودين، يعني كنا النادي الاهلي هيبقى 10، كان عنده لعيبه كبيره جدا في المنتخب. كمان يا كابتن اللعيب يمكن اللي من بره كان احمد الشيخ لاعب فريق غزل المحله هداف الدوري، يمكن الشيخ كمان كان يبلغ كده بشكل شبه يعني ودي ان هو هيكون موجود في المعسكر، بس طبعا الراجل فضل ان يكون موجود احمد عبد القادر موجود في الحته دي لانه برده عبد القادر منافساته اعلى، والراجل دايما بيتكلم مع الجهاز الفني، انا عارف ان ده لعيب كويس وفي لعيبه كتير كويس، بس ده لعيب بينافس في مستوى كاس عالم انديه، بينافس دوري ابطال افريقيا، فعنده القدره لما يدخل في المجموعه على طول هيقدر ان هو يأدي. كمان اللي انا اعرفه ان الراجل طبعا يمكن اللعيب الوحيد اللي كان بره حساباته تماما طوال الشهر اللي فات وما كانش بيفكر هو كان عواد، ما كانش بيفكر في ضمه، هو الراجل كان حاسم قراره بصبحي، لو تفتكر في المعسكرات اللي فاتت كان عنده الشناوي واحمد وطبعا محمد صبحي وكمان عواد، وكان دايما بيخرج صبحي في الاخر كده قبل المباراه الوديه، ولكن هو الراجل من قبل ما صبحي ياخد على طول وكان مقرر انه الحارس الثالث يكون شاب صغير، يكون موجود مع محمد الشناوي واحمد الشناوي. حاجه برضو الناس كلها بتتكلم فيها وانا عايز احسمها، قصه الحارس الاول لمنتخب مصر، انا بقول لك الحارس الاول لمنتخب مصر سيظل محمد الشناوي، والراجل ما تهزش خالص فيتوريا، والراجل شايف ان الشناوي هو اللي موجود كحارس اساسي في منتخب مصر، والنهارده كان في جلسات كتير جدا مع كل اللاعبين وبيتكلم معاهم بكل اريحيه ان انتوا ان احنا زي ما احنا وان احنا قوام واحد وان احنا منفصلين تماما عن اي نتائج تانية. وكمان برضو من حاجات اللي فيتوريا ان فيتوريا بيدي لكل لعيب اخطائه في الفتره اللي فاتت كلها في الدوري عشان يتفرج عليها ويحاول ان هو يتخطاها. كمان بيتكلم في قصه طبعا المباراه الاولى هتكون في استاد الدفاع الجوي ان شاء الله خلاص بشكل مؤكد بحضور 20,000 باذن الله يكونوا بيساندوا المنتخب مصر. الراجل مش هيجري كتير جدا تغييرات على التشكيل، التشكيل يمكن شبه ثابت. تاني يوم يمكن التشكيل يبقى شبه ثابت، المحترفين بشكل اكبر، صلاح ان شاء الله برده بنسبه كبيره جدا هيكون موجود بكره في التمرين، فانا بشوف ان المنتخب ماشي على خطى كويسه، بس اتمنى ان النتائج تبقى اميز بقى من الفتره اللي فاتت، يكون فيها اهداف اكتر، يكون فيه فعاليه اكتر بشكل هجوم. اخر استعدادات المنتخب يا مجدي لمنتخب مصر الاول يعني لهذه المباراه، وتشرح لنا برضو ملاوي بالنسبه الظروف ملاوي ايه؟ يعني المجموعه طبعا اتعقدت بفوز اثيوبيا على مصر، طبعا احنا مش حابين نفكر الناس ان احنا في المركز الاخير في المجموعه، احنا الوحيدين اللي رصدنا التهديف بالسالب، محتاجين ناخد الست نقط دول نعلى الثمان نعلى لكام سبت تسعه كده هنبقى تسعه بقى تسعه نقط كسبنا دنيا في مباراه يا ابني نعلى التسع نقط على الاقل تضمن مركز اول وثاني، على الاقل تدخل التوقف اللي جاي بتاع سبتمبر مرتاح في يونيو مرتاح وتخلص في سبتمبر. الملاوي من المنتخبات اللي عندها محترفين كتير جوه القاره الافريقيه دلوقتي، يعني جوه القاره الافريقيه ما يعني ما عادش الدنيا محليا قوي، فبيلعبوا كتير منهم 3 4 بيلعبوا في اورلاندو بايرتس وسان داونز والانديه دي، وكتير منهم بيلعب في دوريات شمال افريقيا، ومنهم ناس بتلعب في دوريات افريقيا جنوب الصحراء زي ما بيتقال يعني، والمنتخب متطور واحده واحده، ولكن انا بشوف ان احنا يعني في الحاله المظبوطه المفروض نكسب مستريح بسكور كبير يخلينا على الاقل ندخل كمان ماتش العوده، ماتش هيبقى الساعه 3 العصر، هيبقى في اجواء معقده، ممكن يبقى درجه الحراره عاليه رطوبه، في لعيبه هتبقى صايمة كمان صايم اللعيبه معظمها اكيد هيبقى صايم في الوقت دوت، والراجل مش عايز يتدخل في نقطه الصيام والافطار بشكل واضح وفقا للي بيتقال لنا، ولكن بالظبط هو ميكالي قالوها مالناش دعوه بالمساله دي، تمام اللعيبه دي محترفه على قدر كبير من الاحترافيه، عارفين هيدونا ولا لا، واللي هنحس ان هو مش هيدينا نطلعه من حساباتنا بدري، ايا كان بقى هو واكل ولا مش واكل، مش دي النقطه يعني، لان هم عارفين خصوصيه الشهر عند اللعيبه عند المسلمين يعني بشكل عام. مش شايف ان في احتمال ان شاء الله ان تحصل يعني مفاجات، شايف ان الامور ماشيه باستقرار جيد الحمد لله، بقالنا شويه اللي الراجل بيطلبه بيلاقيه، جدوله مظبوطه الى حد الان، المحترفين اللي جايين انا شايف ان هم القوام حابين يوصلوا وحابين فكره الراجل، في اجواء عامه بين اللعيبه يا كابتن انه الراجل ده لازم يكمل تجربته على المدى الطويل، وان اللعيبه الكبيره في منتخب مصر لامسين قوه شخصيته وفرضها على المنظومه كلها، والنقطه دي مهمه جدا، والنقطه دي كانت النقطه اللي محببه كل اللعيبه دي في كارلوس كيروش، لان الجيل ده من اللعيبه ما شافش غير كوبر كيروش وفيتوريا دلوقتي اللي فعلا قدروا يفرضوا سياساتهم
على منتخب مصر وعلى المنظومه الكرويه في مصر. ما هو ده اللي انا بقوله، لان ده مش مرضي للعيبه زي يعني لعيب زي صلاح. هو مش راضي يعني بوضوح، هو الراجل ده اعلن صراحه كذا مره انه مش راضي حتى عن حاجات كتيره تخص التشجيع وتخص التنظيم وتخص كل حاجه في الكره المصريه. فواحد زي صلاح انت محتاج فعلا سيستم. اقعد اقنع واحد زي صلاح ده بمشروع، اقعد اقنعه ان المنتخب خلال فتره كذا هيبقى فيه كذا وكذا وكذا. متعاقد مع فيتوريا لمده 4 سنين بالظبط. هو يعني بالظبط المهم جدا ان فيتوريا تقيم مشروعه كاملا متكاملا. الرياضه المصريه مش ناقصه يعني بمنتهى الوضوح مش ناقصين تراجع. احنا بنرجع عن كل الناس دلوقتي. انت الهدف المرحلي اللي الراجل ده حطه للكره المصريه المفروض تحطه ان احنا نرجع تاني على الاقل لما بنبقى في تصفيات نبقى في اول 5 في القاره مستريح في اول 3 مراكز بحيث لو حصل خلاص. خلي بالك كمان بعد تغيير نظام كاس العالم اصبحت الامور فرص اكبر بشكل كبير. أيوة. 9 مراكز ونص 11 ولا 9 9 ونص اعتقد. بس برضو عايز اقول هيفرق معاك التصنيف جدا برضو في جوه التصفيات نفسها. يعني جوه التصفيات نفسها هيفرق جدا النظام. عايز اقول عليك برضو احمد فيما يخص بلاوي، ملاوي برضو يا كابتن من كتر التطور اللي فيه هم عاوزين حاجه تكون شبيهه لمصر. عملوا معسكر في السعوديه قبل ما يجوا هنا ان شاء الله عشان يلعبوا منتخب مصر، وكسبوا اعتقد 8-0 او 7-0 فريق في السعوديه. يعني هم برضو عندهم الرغبه ان هم يوصلوا، ان كل الفرص دلوقتي في المجموعه زي ما انت قلت احمد ان هي 3 نقاط، فكله حابب انه يصعد. اثيوبيا سواء غينيا سواء مصر سواء كله عايز يصعد طبعا. بالظبط. طيب بالنسبه للمنتخب الاولمبي، اخبار المنتخب الاولمبي ايه؟ وصلنا لغايه فين؟ منتخب قوي الحقيقه، منتخب زامبيا اللي هتلعبه، واحد من اكبر واهم المنتخبات في الاعمار السنيه المختلفه الحقيقه زامبيا، وكان هو بطل النسخه الماضيه على ما اتذكر او اللي قبلها. بص يا كابتن، اكيد خلينا متفقين ان منتخب مصر الاولمبي هو المفترض ان هو المستقبل للكره المصريه، فمش حابين ان هو يخرج بدري زي منتخب الناشئين وزي منتخب الشباب اللي للاسف برده ما وصلوش للمنافسات اللي المفروض يوصل لها. النهارده كان المعسكر بدا برده بتاع روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، وبدا النهارده. لا بدا كاملا، هو بدا من يوم 15 بالظبط. بدا بقى خلاص بشكل كبير بقى العناصر بقى انضمت لعيبه الاهلي والزمالك وكل اللاعبين، والراجل يمكن ضم برده محترف زي ما قلنا عليه كده مصطفى اشرف لاعب بروسيا من شجره باخ واللي كان شارك مباراه السودان. يمكن هم لعبوا السودان وديان 1-0 بالصف الثاني، يمكن وجود الصف الاولاني للمنتخب باللعيبه اللي هو محتاج ان هو يشوفهم برده على ارض الواقع يعني. في الماتشات بالظبط. وميسي طبعا كان سجل هو الهدف لصالح منتخب مصر الاولمبي. يمكن هيسافر على طياره خاصه، واحنا كنا طالبنا في الحلقه اللي فاتت ان لابد من توفير كل شيء يخص للمنتخب مصر الاولمبي. والنهارده كان ميكالي وكابتن بركات شكروا طبعا الوزير طبعا الدكتور اشرف صبحي شكروه النهارده على ان هو يعني وفر لهم طياره خاصه للسفر. يمكن البعثه هيكون رئيسها اللواء حلمي مشهور عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وهيكون مشرف العام على المنتخب كابتن بركات برضه مسافر معاه. فانا بشوف ان المنتخب ده لازم دعم كبير جدا ليه. مش هتكلم انا في النقطه دي بعدين. بالظبط. انا فاهم المنتخب الاولمبي يعدي ال 10 ايام دول لازم. واحنا اتكلمنا كتير جدا على سلبيات تخص فترات الاعداد بتاعته. بالظبط. وعلى كمان على عدم استدعاء محترفين كتير يمكن كانوا صغيرين في السن. بس ده انا مش هقدر احمله الجهاز الفني، انا حمله اتحاد الكوره، لان انا اتذكر جيدا ان احنا اتاخرنا جدا في قصه الاعلان عن جهاز فني يقود منتخب مصر الاولمبي. اتحاد الكوره اول ما جه كان قرر رحيل كابتن شوقي غريب، وقعد فتره كبيره كده ما يتمش التعاقد مع جهاز فني، فالفتره دي اكيد اثرت علينا في معسكرات كنا احنا محتاجينها. ولكن هو ميكالي عامل شغل كويس الحقيقه. عامل شغل كويس، وخلي بالك برضه يا كابتن يمكن هو اختار عدد كبير جدا من اللاعبين هيصفوا كلهم ل 25 لاعب يسافروا زامبيا، مش هيسافر بال 32 لعيبه، هو هيسافر ب 25 لعيب بس هو خد مساحه بحيث ان يبقى فيه لو لعيب اتصاب او لو لعيب لا قدر الله حصل له حاجه فهو عايز يسافر ب 25 لعيب. يمكن مباراتين زامبيا انا بشوف ان لازم منتخب مصر الاولمبي يتغلب على الازمه الكبيره اللي عنده وهي ازمه اهدار الفرص، نفس الازمه اللي حذرت منها في مباريات منتخب مصر للشباب. يمكن انا بتابع حتى الماتشات الوديه كانش في فرص اصلا. انا بتكلم كابتن بس بالظبط على الوديات. الوديات كان منتخب مصر الشباب ما بيوصلش وما بيعرفش يسجل هدف. في المنتخب الاولمبي عنده مشكله في اداره الفرص، اتمنى يكون في شغل عليها. طيب. لان هي دي اللي تقدر تخليك تتاهل. زامبيا منتخب قوي يا احمد، عنده مجموعه لاعبين محترفين جيدين خارج القاره كمان، وبالتالي انا بشوف ان احنا عندنا مباراه صعبه جدا. مباراه صعبه. زامبيا من اقوى المنتخبات الاولمبيه الافريقيه، وزامبيا من المنتخبات من البلدان اللي بتخطط كويس جدا لكره القدم، واللي استثمرت فوزها بكاس الامم الافريقيه في 2013 بشكل كبير. المنتخب الاولمبي اللي كسب مصر في كاس الامم الافريقيه اتذكر 2018 2019 منتخب الشباب بتاع مصطفى محمد وكريم نيدفيد، المنتخب ده خد البطوله، وكان في داكا ده خد احسن لاعب في افريقيا احسن لاعب شاب في افريقيا على الاطلاق في السنه دي، طلع من منتخب زامبيا الاولمبي. عندنا ماتش صعب، بس انا شايف انه ماتش السودان وان كانت النتيجه 1-0 برده مش العرض المبهر، ولكن لا المنتخب ده كان واقف على رجليه كويس. يعني انا حسيت ان في سيستم بجد المنتخب ده
تاني كنت بقول على مصطفى اشرف. مصطفى اشرف الناس بتتكلم بقالها سنه ونص تقريبا من ساعه لما التحق رسميا بالفريق الرديف لبروسيا مونشنجلادباخ. ولما احنا نقول بروسيا مونشنج يعني فريق رديف لبروسيا مونشنجلادباخ، ارجو ان الناس تفهم الكلمه، يعني ان الناس تفهم ان ده من الانديه الكبيره جدا في المانيا، يعني من البيج فور غالبا في البوندسليجا. فلعيب خلاص بينه وبين الفريق الاول خطوه واحده. لعيب مولود هنا اصلا، يعني مش مغترب مثلا وعاش طول عمره، لا هو مولود هنا، ما لعبش كتير في الانديه دي، في انديه مصر يعني، بس عرف يوصل لده هناك. وشفنا الفرق يعني مش عايز اقول بينه وبين لعيبه مصر، بقول ان في خامه كويسه جدا عايزه تمثل مصر، زي مصطفى اشرف لعب الشوط الثاني في ماتش السودان، انا شفت منه لمحه من لمحات كابتن حسام غالي، شايف ان دي كلها بوادر جيده. بتفق مع جيمي في ماتش السودان بالذات كان فيه فرص مهدره كتير، نتمنى ان شاء الله ان هي ما تاثرش على حضور المنتخب في ماتش زي. يا رب ان شاء الله، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول ومنتخب الاولمبي في المباريات القادمه. عندنا 10 ايام صعبه جدا، سواء المنتخب الاول ثم المنتخب الاولمبي، ان شاء الله بعد كده النادي الاهلي. انا بشكرك جدا جدا على تواجدك معانا، شكرا جزيلا يا احمد على تواجدك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. هسيب حضراتكم دلوقتي في مفاجاتنا النهارده، مفاجاه لكل ام مصريه. عندنا لجنة ذوي الهمم الخاصة في النادي الأهلي عملت أغنية بسيطة كده لكل أم، بتقول لها كل سنة، بيقولوا لها كل سنة وأنتي طيبة لكل أم مصرية. شكرا لكل أو للجنة ذوي الهمم اللي موجودة في النادي الأهلي، لجنة عاملة شغل رائع جدا جدا، بنشكرهم على هذه الأغنية. وبنشكر طبعا الشباب اللي شرفونا ويعني كانوا متواجدين في هذه الأغنية وعملوا الأغنية البسيطة دي. هسيب حضراتكم مع هذه الأغنية، وكل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة ودايما حضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان. هسيب حضراتكم مع هذه الأغنية، وإن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة على خير.